هو مين اللي هيحاسب على حاجه مهمه جدا يا عبد الحكيم؟ الكابتن احمد مجاهد نادي الاهلي او طلع مع هاني مع كابتن هاني حتحوت واتكلم معاه ان هو كل ما المنتخب يلعب بلعبته والاهلي يلعب بلعبته والكلام ده كله مظبوط؟ مظبوط. طيب كابتن احمد مجاهد قال هذا الكلام وبناء عليه النادي الاهلي قدم شكر للاتحاد كره القدم ممثلا في الكابتن احمد مجاهد وابلغ الجهاز الفني انه كل اللاعبين هيكونوا معاه خلال كاس العالم للانديه. وايه اللي حصل لغايه دلوقتي زي ما خالد بيقول ولا في اي حاجه تخص هذا الامر؟ اللي حصل ان المهندس احمد مجاهد كان موجود وقتها فنفس خلي بالك ده نفس الفكره بس انا ليه وجهه نظر مختلفه في الموضوع هنرجع ليها بس نفس الفكره انا وجهه نظر مختلفه في الموضوع ده بس خلينا نتكلم في موضوع المهندس احمد مجاهد كان موجود في كاس العرب في الدوحه وقتها هو بطبقا لانه ملاصق او ملازم او صديق او لابن المدلل للمهندس هاني بوريدا كان في سيناريو معمول ان بطوله كاس الامم تؤجل فبناء عليه هو طلع مش عايز يتكلم في الكلام اللي بيدور وهم قاعدين هناك مع رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم جت السيناريو اللي عمله النجم الكاميروني سامو لقيته والبطوله ما تاجلتش فهو المقوله اللي قالها ليس كل ما يعرف يقال كان بيقصد الموضوع ده ان في سيناريو بيعد في المكتب التنفيذي ان يتم اتخاذ قرار في ال 54 صوت ان يتم تاجيل البطوله اتفاجئوا ان في حوالي 48 صوت من ال 54 رفضوا ويعني اتفقوا على ان ما ينفعش قاره افريقيا تعمل بهذا الشكل طبعا كان من ضمن المجموعه اللي كانوا في الاتجاه الثاني المهندس هاني بوريدا فده اللي كان يقصده احمد مجاهد فيما يخص الموضوع اللي اتكلم عليه الاستاذ خالد بص يا كابتن استام مفيش مدرب بيجي موسيماني لما جه انت ما قلتلوش انا عايز الدوري انت اتفقت معاه ان احنا عندنا بطوله افريقيا غايبه عننا من 7 سنين فانا عايز بطوله افريقيا بس مش معنى كده انا مش عايز اخد الدوري نفس الموضوع اللي حصل مع كارلوس كيروش انا يهمني اروح كاس العالم للمره الثانيه على التوالي بس مش معنى كده ان نغفل بطوله افريقيا ده بس الاهلي ما حطش شرط في عقد موسيماني انه بيقول له ضروره الهدفي وجاي عشان احصل على كاس الامم الشرط ده بيوفر نوع من انواع الاستقرار يا استاذ وصل للمدرب بس الشرط برضه موجود في اتحاد وعلى فكره على فكره مش معنى كلامي ان احمد مجاهد كان صح والمهندس احمد مجاهد كان صح في الكلام ده لا طبعا انا بقول لك ان الكلام ده غلط والمفروض المهندس احمد مجاهد يطلع يرد عليه يقول له احنا جماهير مصريه احنا 1 2 3 4 يطلع يرد عليه لو ما كانش اعلامي يجيبه يجتمع بيه يقول له الكلام ده ما ينفعش يتكرره مره واثنين وثلاثه